حالة من الترقب الأمني يشهدها استاد بتروسبورت قبل انعقاد مباراة القمة المرتقبة بين نادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز. وقالت مصادر أمنية أنه تم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين المباراة، أهمها فرق قتالية للحماية المدنية وخبراء للمفرقعات وفحص فعالية كاميرات المراقبة، فيما استقر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على الخطة التي سيخوض بها المباراة. ورصدت كاميرا المصري اليوم توقعات